حبوا نخدموا واحد سؤال سي من بالله قانون 21 عملوا قريب قانون 24/2016 فيه ما تمررش في مجلس التأسيس القوانين اللي بعده كل تمررت الا هو علاش يخص تنقيح فصل 2 من قانون الوظيفة العمومية خرجنا احنا من الوظيفة العمومية ويعطينا قانون اساسي وين علاش قوانيننا احنا ليه فهمتنيش اخذ شنو يزيدك وشنو ينفعك اسمع خلقنا في حمايتك انت وفي كذا فهمش اش نعرف يعطيني المهام خرجني انا كسلك يشبه لسلك النشيط ينجم احنا الكونتريبيسيون احنا مش نتفاهم تولي قادر باش تتعامل معايا انا خارج اطار قانون الوظيفه العموميه اش معناها خارج اطار قانون الوظيفه العموميه تنجم تحاسبني باكثر جدوى تحاسبني شوف اش نحكي لك مش قلت لك خلصني اكثر تحاسبني اكثر وتنجم تخدمني اكثر وتدخل مني اكثر لانه باش يولي عندي تكوين باش يولي عندي مدارس مختصه باش يولي اللي ما يعرفش الحسابيه والكونتابيليتي باش يتكون فيها بالسيف نولي انا في الاداء نتاعي ما عادش نخدم انا على الدوسي بتاع الفيريفيكاسيون ملفات اكثر موارد بيروتيك حتى للاداره فهمتني هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى الافاق محلوله كيف ترجعني ترجعني تحت سلطه مطلقه محسوب لوزير الماليه قادر تتصرف فيها اكثر تقول انا من الجدول راك انك تمشي تكون فيريفيكاتور في جيبس من الجدول راه انه الشركه الفلانيه هذه اللي هي متواجده خارج المنطقه الترابيه نتاعك نجيب لها جروب من بنزرت ومن مقرين ومن كفرقه مختصه او غيره باش تمشي تقوم بمراجعات معناها يولي مفهوم المراجعه سيبلي وتهز له بيرسونيل اكثر تكوين انا اليوم تحت قانون الوظيفه العموميه نرقد ونخلص لكن كي تعمل لي ستاتيو صحيح ستاتيو فيه ذا فاميليا هذا ما فيش كلام لكن زاد حاسب انت حاسب انت مثلا احنا اش باش ذا فاميليا وتخلي ونزيدك موارد وعلى زيدك رساله اما فهمني كتاب الستاتيو وحده كيفاش تخسر شغل العكاس نتاعها المباشر ولا غير المباشر على انك تجمع موارد هذا اللي قلته اللي كنت فهمت انت على خاطر احنا عندنا عوان سامحني على خاطر باش احنا عندنا ستاتيو يجيب لك ستاتيو ماني وليت ستاتيو يجيب لك كل شيء ما تفرعوش المطالب الاجتماعيه ستاتيو يجيب لك الدرس هو يحب انه يتكلم على الدرس اسمع مثلا كنا اعوان وزاره الماليه كنا ماشيين في نفس لي كونكور يجيو للديوانه يعملوا لهم ستاتيو وحده يزيدوهم فلوس يجيو لعضو الخزينه اللي مازال دارنيير مون كيهبط في الجاره وتصحح عندهم ستاتيو